السلام عليكم. الله يعاونكم. السلام عليكم. ومن يمشيو تيقلبوا على ما قال لنا ليزوتوريتي تلقاو الاغلبيه ديال بلوس دو 65 لي ديبيو سيت شويه الحمد لله. احنا بالبرسي بيان سور هما لي السلام عليكم. دكتور ياسين، دكتور عبيدي، مدام حبيبه، مدام زهره. كاينه صحتي لا برينال، كاينه لا 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 الحمد لله صافي. انت شي دولور في هذا السلام راه عادي. مي عادي قلنا لهم قبيله وانا غاسيوري نو باسون لي كافو نو الله يوفقك. امين ربي. شكرا. Il y a deux pour le curatif pour le mère enfant. Donc il n'y a que la consultation curative, on a cinq ans. Attention à l'exception.
il en fait. Pardon. Tu sais pour dire une شكرا السلام عليكم. شكرا على التغطيه ديالكم لهذه العمليه الوطنيه ديال التلقيح. كما كتعرفوا صاحب الجلاله الله ينصرو عطى يوم الخميس الانطلاقه الفعليه وشخصيا ديال هذه العمليه ديال التلقيح. واللي البارح كانت العمليه كان واحد انطلاقه شامله على مستوى التراب الوطني كامل، واللي حقيقه كان انخراط كلي ديال المواطنين، وكان بس واحد الجو تضامني وجو حقيقه هائل، لان الحمد لله ما سجلنا حتى شي اثار جانبيه ودازت العمليه سليمه. واليوم الثاني كذلك ان شاء الله احنا غاديين كنطلعوا في الدرجه ديال التاهب باش ان شاء الله كاع المواطنين كلهم يستافدوا في مده قصيره. ورغم ان انتم كتعرفوا بان كاين الملائمه مع حسب الكميات اللي كيجيو ديال اللقاح، واللي ان شاء الله المغرب كان من المستفيدين الاولين في هذه اللقاحات على المستوى الدولي. اللي كنبغيو نحثوا عليه وهو ان خص الخيارات الكلي والفعلي ديال المواطنين في هذه العمليه ديال التلقيح. والعمليه ديال التلقيح هي اللي كنقولوا التلقيح راه جوج جرعات ماشي جرعه واحده، لان ما بين جرعه وجرعه ما كاينه لا مانع على والو. خاصنا ضروري نديروا الجرعه الثانيه ونتسناو الاجراءات الوقائيه حتى تفوت واحد المده زمنيه، والطبيب هو اللي كافي باش يقول للشخص اللي هو استفد من اللقاح بانه واش اكتسب او ما اكتسبش مناعه. لكن الهدف المنشود هو خاصنا تكون عدد ديال السكينه كبير، الاغلبيه اللي استفدت من اللقاح، يعني 80% ديال السكينه ما يناهز 30 مليون نسمه، باش يمكن نكون حققنا المناعه الجماعيه. وفي هذيك الحاله ملي كتكون المناعه الجماعيه الفيروس ما كيبقاش عنده الجو فين يتكاثر، فبالتالي كينضطر، وديك الساعه تقدر ترجع الحياه العاديه ان شاء الله باذن الله. وكنطلبوا منكم كذلك انتم تساهموا معنا في هذه التغطيه هذه بالتحسيس لجميع المواطنين باش ينخرطوا كذلك، وانتم غادي تجنوا ديالكم ان شاء الله رجال الاعلام، لان انتم كتكونوا كتشكلوا الصفوف الاماميه ان شاء الله. شكرا. شكرا لكم. تنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.